نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي نشوف كده تقرير احنا جمعناه لحضراتكم يعني مع فريق الاعداد عن 2020 بطولات الفريق الاول لكره القدم تحديدا بالنادي الاهلي ونرجع نكمل. برغم كل الصعوبات التي واجهت أسرة الرياضة المصرية خلال عام 2020 والتي جاءت بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم مع مطلع العام وأصابت العديد من دوريات أوروبا بصفة خاصة والرياضة بصفة عامة بخسائر غير متوقعة، إلا أن شمس القلعة الحمراء كانت حاضرة في نهاية المشوار وابتسمت الأقدار لصالح النادي الأهلي وجمهوره الذي عاش النهاية السعيدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مع نهاية العام الشاق جدا. البداية كانت بتتويج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري رقم 42 في تاريخ قلعة الجزيرة وبرصيد 89 نقطة جمعها رفاق المدرب السابق ريني فايلر والفارس الجنوب أفريقي الحالي بيتسو موسيماني من الفوز في 28 مباراة والتعادل في 5 مباريات، ولم يخسر الأهلي سوى في مباراة واحدة، وسجل نجومه 74 هدفا كأقوى خط هجوم، فيما لم تسكن شباك الحارس محمد الشناوي سوى 8 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في المسابقة، وتحقيق الشناوي الرقم القياسي في الكلين شيت. أما عن ثاني أجمل المفاجآت وأكثرها فرحة لجمهور النادي العريق كانت في النجاح الكبير في التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي بعد الفوز الغالي على الزمالك في ديربي القرن الشهير وبهدفين مقابل هدف، سجل الأول عمرو السولية ثم كانت القاضية الرائعة التي فجرت براكين الفرحة حتى الآن من النجم محمد مجدي أفشة ليبتعد الأهلي كثيرا عن أقرب منافسيه في البطولات القارية. وقبل نهاية العام رفضت 2020 أن تنتهي دون تتويج جديد لكتيبة علي معلول والشناوي وأجاييه وكهربا وأفشا والسلية والشحات وديانج وغيرهم من نجوم الفريق، حيث حقق الأهلي لقب بطولة كأس مصر على حساب نادي طلائع الجيش عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، ليحصد المارد الأحمر مع مدربه موسيماني الثلاثية التاريخية وليسدى الستار على عام كان صعبا ومريرا في بدايته ورائعا وجميلا في نهايته، نهاية بروح الفانيلة الحمراء.